أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا على كبح جماح بشار الأسد وحليفته إيران، وخلال لقائه في البيت الأبيض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد ترامب على ضرورة وقف القتال في سوريا. من جانبه أعلن لافروف أن موسكو وواشنطن ستعززان التنسيق لتنفيذ اتفاق التهدئة في سوريا. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 450 ألف مدني محاصرون في المدينة القديمة في الموصل جراء الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي داعش. وقالت اللجنة إن المدنيين يواجهون خيارات قاسية للغاية مع نفاد الغذاء والماء. وذكر نائب مدير اللجنة في الشرق الأوسط باتريك هاملتون أن الرضع وكبار السن خصوصا ضعفاء للغاية ويواجهون خطر الموت. أسقط سلاح الجو الملكي الأردني طائرة استطلاع مسيرة اقتربت من أجواء المملكة قرب الحدود الشمالية. وأكد مصدر عسكري تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود ما استدعى التعامل معها وإسقاطها. أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان تخصيص 100 مليون دولار لإعادة إعمار اليمن، بينما وعد البنك الدولي ب 200 مليون دولار. جاء الإعلان في اليوم الأول لاجتماع التعافي وإعادة الإعمار الخاص باليمن الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلين عن 50 دولة ومنظمة ومؤسسات مالية دولية. وناقش الاجتماع الأزمة الغذائية وسبل توفير الاحتياجات العاجلة لليمن. تراجعت أسهم شركة سناب شات صاحبة التطبيق الإلكتروني الشهير بنحو 20% بعد النتائج المخيبة للآمال. وشهد استخدام التطبيق ارتفاعا طفيفا في عدد المستخدمين يقدر بنحو 5% فقط خلال 3 أشهر. بلغ ريال مدريد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بالرغم من خسارته في إياب نصف النهائي أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد بهدف مقابل هدفين لفوزه في ذهاب نصف النهائي 3 أهداف نظيفة. وبهذا الفوز ضرب ريال مدريد موعدا من العيار الثقيل مع يوفنتوس الإيطالي في النهائي المرتقب الذي سيقام في 3 تموز يوليو المقبل على ملعب كارديف في ويلز. الموجز إلى اللقاء.